أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب، سنتطرق إلى موضوعات عدة، وكما قلنا سابقا أن عنوان الوحدة هي الفن والحياة، وسوف نخصص الحديث عن فن الكاريكاتير. وكما قلنا سابقا هو فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، والهدف منها السخرية أو النقد الاجتماعي أو السياسي أو الفني أو غيره. وهذا الفن له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً. وسبب تسمية هذا الفن بهذا الاسم كاريكاتير سياسي شهير جدا يوضح اقتسام العالم بين بريطانيا وفرنسا. في الرسم يظهر ويليام ونابليون الأول، وكما قلنا سابقا أن من أشهر الرسامين العرب لهذا الفن هم عماد الحجاج وناجي العلي. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بذكر محتويات دروس هذا الأسبوع والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة منك عزيزي الطالب. بداية عزيزي الطالب سنقوم بالإجابة عن أسئلة الاستيعاب والتحليل، وذلك بعد تحليل رسومات عماد حجاج. سنجيب عزيز الطالب عن هذه الأسئلة، وهي: ما هي الفكرة التي أراد هذا الرسام إيصالها لنا؟ وحدد الفرق بين الجيل القديم والجيل الحديث في مدى تقبله العمل في أي وظيفة؟ وهل تنتهي مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم بانتهاء دراستهم الجامعية؟ وضح ذلك. ناقش وأفراد مجموعتك ظاهرة البطالة، ثم لخص أسباب ازدياد البطالة في مجتمعنا. وعزيز الطالب سنقوم أيضا برسم نماذج تبين مفهوم البطالة والمغزى من هذه الرسومات. وفي هذا الأسبوع عزيز الطالب سنتعرف على الرسام الشهير عمر البدور، وهو عمر أحمد عارف البدور، مواليد عام 1963، عضو رابطة الفنانين التشكيليين في الأردن، يعمل في مجال التصميم والإخراج الصحفي، رسام كاريكاتير، كاتب وقاص. أول معرض كان له في عام 1982 تحت عنوان مذبحة صبرا وشاتيلا. شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض التي تعني بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص والفن بشكل عام. وكان دائما يقول عمر البدور: أرسم القدس لأنني أعيشها وأحفظها في ذاكرتي. إذا عزيزي الطالب سنتعرف على هذا الرسام الشهير عمر البدور، وأيضا سنشاهد العديد من النماذج التي قام برسمها حول القضية الفلسطينية. ثم عزيزي الطالب ستقوم بعمل نماذج حول قضية من القضايا الاجتماعية، وهي قضية البطالة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات هذا الأسبوع والمهام التي يجب أن تقوم بها في هذا الأسبوع. ولا تنسى يا عزيزي الطالب أننا أيضا سنقوم بكتابة فقرة إملائية تحوي القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا. لذلك عزيزي الطالب عليك دائما أن تتذكر هذه القواعد وتتدرب عليها جيدا لتستطيع أن تكتب
كتابة صحيحة خالية من الأخطاء الإملائية. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.